نجيب، معلش أنا أخذت من وقتك، ماذا لو كان الإعلان هو مقترح للدولة لتفعيل النظام الفيدرالي في بعض المناطق المحرمة؟ ألن يكون أخف وطأة؟ أولا أنا أتفق كليا مع طرح الدكتور فهد ومع طرح إبراهيم المريع، أتفق معهم كليا بكل أطروحاتهم ومع أخي هاني. هاني أطروحاته صحيحة، يعني ما هيش خاطئة وهي نابعة من الواقع، لكن أنا أقول أنه كانت لدينا لجنة في الحكومة ولها أكثر من شهرين تعمل على القضية الجنوبية، لا على قضية الفيدراليات وإخراجها الآن، وكان على أساس أن يتم إعلان إقليم حضرموت وإقليم عدن وإقليم سبا، وتم إعداد البنية القانونية والمخططات الكاملة لإخراجها. جاء مؤتمر حضرموت الجامع استباقي، وأيضا يعني المجلس الانتقالي استباقي. علينا أن نكون صريحين، هناك رفض لفكرة يعني ست الأقاليم، هناك اتجاه داخل حضرموت أيضا اتجاهين، اتجاه مع ست الأقاليم واتجاه مع إقليم واحد، شرط أن يكون داخل الجنوب فدراليات، لكن وفي اتجاهات داخل إقليم عدن اتجاه يطالب بالاستقلال وهو صوته مرتفع وكثير، لكن أيضا في اتجاه قوي جدا مع اليمن الاتحادي وست الأقاليم. أنا أقول إنه كلنا خمس دقائق ترى. أيوة أنا أقول إنه لو كان المجلس الذي أعلن في عدن حامل سياسي للقضية الجنوبية ومع الشرعية ومخرجات الحوار، أنا أعتقد إنه كان سيتحول مش جنوبي، كان سيكون حامل للقضية الوطنية كلها، وهذا كان بالإمكان أن يجعل الجنوب هو من يقود المعركة الوطنية كلها ويجعلهم قادة اليمن القادم. لكن للأمانة الانغلاق على الذات هذا يؤثر، لذلك أنا أستغرب الحوثي بمشروعه الكهنوتي الضيق يعتقد أن المهرة حق أبوه، ونحن اليمنيين لا نعتقد أن صنع حقنا. لذلك لو كان الحراك الجنوبي حمل القضية الوطنية، أنا أقول لك وبيقين كامل أن الجنوبيين سيكونوا أتباع لهذا الحراك. الشماليين، قصدي الشماليين سيكونوا أتباع لهذا الحراك.